السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصانع الأسمدة الأزوتية التابعة لشركة النصر للكيماويات الوسيطة في منطقة العين السخنة، ويدخل مجمع الأسمدة الأزوتية ضمن التوسعات الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع القومي الضخم الذي يضاعف أهمية قيمة الفوسفات المصري بتصنيع الأسمدة. هذا وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابعة لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بالعين السخنة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن المجمع وطبيعة عمل المشروع ومراحل تنفيذه وتشغيله. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية توسيع الرقعة الزراعية في مصر، مشيرا إلى أن إضافة نحو 3.5 مليون فدان في مناطق الدلتا وتوشكا ووسط سيناء يساوي نحو ثلث مساحة الأراضي الزراعية القديمة الموجودة في مصر، وهو ما استلزم بذل جهود ووقت وتكلفة كبيرة. اللي احنا بنتكلم فيه ده مش بنتكلم في مشروع بسيط وطلباته من المية أو طلباته من الأسمدة دكتور مصطفى هتبقى ضخمة جدا. أنا مش بتكلم خالص على تجهيزه كمشروع، ده موضوع تاني خالص، لكن أنا بقول للناس هنا تنتبه لحاجتين مهمين قوي. أنت قلت التوسع الأفقي والتوسع الرأسي في الزراعة، ده التوسع الأفقي اللي احنا بنعمله. طيب عشان نعمل ده عايزين نطمن على المية اللي بتستخدم، وانا بقول للي بيسمعنا هنا، المشروع الاولاني والثالث اللي هو سينا والدلتا، احنا بنتكلم في اعاده معالجه مياه صرف زراعي بمحطات معالجه عملاقه، مش كده؟ حوالي 14 يعني. انا بتكلم بس للناس تسمع ده، لأن الأرقام اللي بتتعمل بيها المحطات ديت والمشاريع ديت أرقام كبيرة قوي، لكن إحنا ما عندناش خيار تاني. يعني لما نيجي نتكلم على إن حد مثلا نكتب عنوان صغير نقول إيه؟ التنمية الصناعية يا دكتور مصطفى. لما أنا كإنسان أطرح الطرح ده أقول تنمية صناعية أو تنمية زراعية، ده عنوان صغير ممكن أكتبه وأقوله حتى في أي وقت، لكن عشان أحققه وأنفذه ده بياخد وقت وجهد وفلوس كتير قوي. مثال مش هخرج عن اللي احنا فيه، احنا لما جينا في مايو نفتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية، وده كان أول مرة، كان كتير من الناس تقول كتير يعني يقول لك ايه، انتوا ليه بتصدروا السماء الفوسفات مادة خام؟ عشان نعمل ده خدنا 3 سنين في المجمع الأولاني 9 مصانع، واحنا بنفتتح خدنا القرار بتاع الأسمدة الأزوتية. كما أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروعات الزراعة بالدلتا الجديدة ووسط سيناء احتاجت إلى إنشاء عدد كبير من محطات تحلية المياه، مشيرا إلى أن الدولة أنشأت 30 محطة رفع مياه لخدمة مشروعات الدلتا الجديدة ومعالجة مياه الصرف الزراعي لحمايتها من الإهدار. احنا كلمنا على أن محطات مياه محطات معالجة مياه، وكلام ده انا قلته قبل كده ويمكن مره واتنين وبكرره تاني. انتوا عارفين ان انا عشان نعمل مشروع الدلتا الجديده ووسط سينا احنا بنتكلم على تجميع ميه صرف زراعي كانت قبل كده بتلقى مثلا في المشروع بتاع شمال سينا ده او وسط سينا كانت بتلقى في بحيره المنزله. لا، ومحطه المحسمه كانت بتلقى الميه في بحيرة التمساح. اتعملت صحرات وصلت المياه شرق القناة في سيناء، اتعملت محطة بحر البقر والمحسمة بطاقة تقريبا حوالي 6.5 مليون متر في اليوم، عشان المياه دي ناخدها بعد كده بمحطات رفع وبخطوط مياه تانية إلى الأراضي التي يمكن زراعتها. اللي أنا عايز أقول لكم ده وبسمعه لكل اللي بيسمعني، اوعى تفتكروا إن ده
تكلفة اقتصادية. تكلفة ايه؟ اقتصادية. طيب احنا بنقول كده ليه؟ لان مثلا حد يقول طب يعني كان ممكن المطورين والمستثمرين يخش يعملوا ده. احنا نرحب. نرحب بايه بقى؟ احنا عملنا مش كده؟ تعالوا بقى. انا المشوار الكبير اللي كان هيكلفك مليارات الجنيهات يا دكتور مصطفى، وده عيب ما اقدرش اطالبك بيه، وما اقدرش كمان اراهن معاك بيه، ان اقول لك خد وبعدين ما يتعملش. احنا عملنا كدوله وبقت الارض الزراعيه موجوده. لو النهارده مزارعين عايزين يخشوا يتعاقدوا على دول احنا ما عندناش مشكله. احنا بنتكلم على زراعه حديثه ونظم ري حديثه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني احنا انت قلت كلمه مهمه قوي لما قلت على موضوع الاستخدام الاقتصادي للسماد، ومش بس الاقتصاد، البيئي. صح. انا النهارده لما هستخدم السماد بالكميات وبالاصناف المناسبه للطلب بتاع الزرع ده هيوفر اقتصاديا وهيوفر بيئيا، مش كده؟ صح. طيب ده مشروع وسط سيناء اللي احنا بنتكلم عليه. نيجي لمشروع الدلتا الجديده، نفس الكلام، بنجمع ميه صرف زراعي ويتم معالجتها معالجه ثلاثيا. وعشان اجمع الكلام دوت وانا بقول الموضوع ده محتاج ينفق على تغطيته اعلاميا كويس. كما دعا الرئيس السيسي اهل الريف للحفاظ على الاراضي الزراعيه، مشيرا الى ان الدوله تبذل جهودا كبيره لادخال مشروعات استصلاح الاراضي الزراعيه الجديده للخدمه خلال اقرب وقت. خلي بالكم لاخواننا اللي في الريف، ما الارض اللي معاكم غاليه جدا 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 جدا، فانتوا استفيدوا منها احسن ما نهدرها في تعدي عليها او تبويرها. يا جماعه انتوا شايفين النهارده العالم كله عنده مشكله في الانتاج الزراعي والطلب بيزيد عشان النمو السكاني حتى في مصر يعني. فارجو ان احنا نخلي بالنا من الارض ديت ونخدم عليها عشان هي هتجيب خير كتير قوي خلال الفتره اللي جايه. اختم كلامي بان المصنع ده بالاسمده اللي هينتجها انا بتكلم على 3.5 مليون فدان. منتظر يخشوا امتى؟ بالكتير نص السنه الجايه او اخر السنه الجايه. نص السنه الجايه او اخر السنه الجايه ان شاء الله. بنبذل جهد كبير جدا جدا عشان الرقم اللي بنتكلم عليه ده يتحقق يا اخر السنه دي يا اخر السنه الجايه بالكامل. انا بتكلم في 3.5 مليون فدان. وانا بقول للمصريين على حاجه انتوا تعودتوا معايا عليها ان شاء الله، بحاول اكون صادق وامين معاكم في كل كلمه اقولها. ما نوعدش بوعد ما نقدرش ننفذه. كما أوضح الرئيس السيسي أن الدولة حاولت تقليل فجوة الغذاء رغم الزيادة السكانية، وأشار أيضا إلى أن الدولة تراعي تطبيق الاشتراطات البيئية في تنفيذ المشروعات الجديدة. أنا بتكلم إحنا عايزين نوري الكلام ده للناس كلها في مصر عشان تعرف إن في جهد كبير جدا وتكلفة كبيرة جدا الدولة بتعملها عشان تحاول تقلل من فجوة الغذاء. فجوة الايه؟ الغذاء. لكن يظل النمو السكاني اللي انتوا اتكلمتوا عليه تحدي كبير. اذا هنا بنتكلم في 2 مليون فدان تقريبا، وهنا حوالي نص مليون فدان، يعني حوالي 2.5 مليون فدان. احنا بنتكلم على ان ده استخدام اعادة معالجة مياه صرف زراعي، معالجة ثلاثية بتكلفنا كتير عشان نحط بيها الارض ديت. ارجو ان احنا النقطه دي نغطيها في التغطيه. يعني انا لقيت ان في ناس متطوعه، مش احنا، متطوعه عامله منزله على اليوتيوب مراحل من ديت. طبعا هم يعني ما اعرفش مين اللي عمل كده، لكن مشكورا يعني. طب احنا بنعمل ايه؟ انا بتكلم لينا وللاعلام كله. كما وجه الرئيس السيسي الحكومة لتنظيم رحلات للشباب للتعرف على المشروعات الجديدة التي تقام على أرض مصر. نرجع بقى تاني للثلاثة ونص مليون فدان. احنا بنسابق الزمن عشان دول يخشوا
الخدمة في أسرع وقت ممكن. وأنا الكلمة اللي هقولها للحكومة وهقولها للقوات المسلحة وهقولها لوزارة الداخلية وهقولها حتى للجامعات، من فضلكم اعملوا رحلات لطلبة المدارس والجامعات للمشاريع ديت اللي يمكن يعني البعيد قوي توشكا، والقوات المسلحة توفر الوسائل اللي ممكن تروح بيها. أنا عايز أقول للناس في مصر وشبابنا بالذات، تعال بصوا شوفوا، شوفوا اللي بيتعمل بإيدين إخواتكم على مساحة المصر بالكامل. إحنا بنتكلم في حجم هائل من الأراضي، لما هتروحوا تشوفوه أنتوا هتطمنوا أولاً، وكمان مش هنسمح يا دكتور مصطفى إن حد يعني يعبث بعقول شبابنا يقول لهم ده كلام مش حقيقي ده معمول. لا، خدوا الناس، وانا يمكن كنت بتابع من كام يوم، خدوا جامعه اسوان ودوهم توشكا، فقالوا الحاجات دي بتاعتكم ولا بتاعت حد تاني؟ يعني بتاعتكم يعني، خد بالك يا دكتور بتاعتكم ولا بتاعت لا دي بتاعتنا. المهم يعني عايز اقول ايه، يبقى اذا احنا علينا دور بعيد خالص عن اللي احنا بنعمله دوت، ان احنا نوري شبابنا وشاباتنا وحتى شباب ثانوي ناخدهم، وده برنامج نعمله مع بعض الحكومه مع بعض مع اجهزتها دكتور مصطفى والوزارات في المحافظات اللي فيها الشغل ده، تخش الناس الشباب يتفرج ويتفاعل ويشوف اللي بنعمله. نرجع بقى تاني، الثلاثة ونص مليون فدان دول انا عايز اقول، يعني معالي وزير الزراعه يرد عليا، هل مصر خلال 30 سنه فاتت 40 سنه فاتت عملت برنامج ل 3.5 مليون فدان؟ لا صحيح، لا احنا بنتكلم بما يرضي الله والله، وما اقصدش بالكلمه دي اي حاجه، لكن انا بتكلم عشان اسجل، ان عشان كده بقول ايه، خدوا الناس يشوف بقى، عشان ما يقولش ايه انتوا بتقولوا لنا بيانات قدامنا هنا لكن احنا مش شايفين حاجه. وحتى لو انا جبت فيلم مره ولا مرتين ماشي، لكن في فرق ان انا اعمل تغطيه اعلاميه مناسبه وتغطيه بالزيارات الميدانيه لشبابنا وشاباتنا في المواقع دي. التقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مع نائبة رئيس الجمعية الوطنية بصربيا، وذلك على هامش مشاركته على رأس لوفد برلماني في أعمال الجمعية رقم 146 للاتحاد البرلماني الدولي في البحرين. وشهد رئيس مجلس النواب بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ومؤكدا اعتزاز مصر بالمواقف الصربية الداعمة لمصر في المحافل الدولية، ومشيدا بحالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات المصرية الصربية على كافة الأصعدة والمستويات خاصة على الصعيد البرلماني. من جانبها أكدت نائبة رئيس الجمعية الوطنية الصربية على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية والتعاون البرلماني بين البلدين. هذا وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اجتماعا لاستعراض ابرز ملامح الخطه الاستثماريه للعام 2023 و2024، وتشير ملامح الخطه الى ان التوجهات الاستثماريه تركز على القطاعات ذات الاولويه في برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، كما تركز الخطه الاستثماريه على اهميه تكثيف الاستثمارات الموجهه لقطاع التعليم مع تكثيف الاستثمارات الموجهه لقطاع الصحه ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرات الرئاسيه حياه كريمه. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بيانا عمليا لأنسب أساليب الأعمال للتطهير الكيميائي لإحدى وحدات الدفاع الجوي باستخدام أحدث وسائل وأجهزة التطهير الكيميائي المتطورة، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. ونقل الفريق أسامة عسكر تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة عناصر الدفاع الجوي، مشيدا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ البيان،
كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالبيان في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات والاستفادة منها لرفع مستوى الكفاءة القتالية، وطلبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. في إطار مبادرة كلنا واحد وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظمت وزارة الداخلية قافلة لبيع المواد الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لأهالي شمال سيناء، كما وفرت قوافل خدمية لتقديم مصدرات الأحوال المدنية وتراخيص المرور، كما تم تنظيم زيارات لعدد من المدارس وتوزيع هدايا على الطلبة وجامعة العريش واستخراج مصدرات الأحوال المدنية للطلبة. ما فيش أرض فيك يا مصر حد يقدر ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا او يسيطر عليها، ما حدش يقدر. سيناء البقعة الغالية على كل مصري، التي تعطرت بخطى الانبياء وارتوت بدماء الشهداء، تتصدر المشهد التنموي بعد ان اعطى رئيس الجمهورية اشارة البدء لتنميتها. تشارك وزارة الداخلية بقوافل محملة بالسلع الغذائية وأخرى خدمية جهزتها لأهالي شمال سيناء في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. انطلقت قوافل الخير هذه عابرة أنفاق قناة السويس إلى أرض سيناء الغالية. مع وصول القافلة إلى مدينة العريش، فقد أقامت وزارة الداخلية معرضاً ضخماً هو الأول من نوعه في هذه المنطقة على مساحة كبيرة من الأرض، يضم كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية والأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات بأسعار مخفضة وجودة عالية، حرصاً على استفادة أهالي شمال سيناء من تخفيضات مبادرة كلنا واحد ومن وفرة المعروض، ما أدى إلى إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة من التخفيضات والمعروضات. طبعا أهالي نفسنا يحتاجوا مننا أن احنا نقدم لهم كل الخدمات اللي يحتاجوها، وخصوصا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، فاحنا جينا النهاردة متواجدين معهم. عملنا معرض كبير جدا لمبادره كلنا واحد، المعرض متواجد فيه اكثر من 500 طن مواد غذائيه من السكر والارز والدقيق والزيوت وجميع وياميش رمضان وجميع السلع اللي بيحتاجها المواطنين في خلال شهر رمضان. انا حابه اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره الجميله، واحب اشكر الجيش والشرطه ان هم ساعدونا ووقفوا جنبينا في وقت الازمه، ودلوقتي العريش بقت احسن من الاول بكتير، ما فيش خوف ما فيش قلق، دلوقتي كلنا ايد واحده، جيش والشرطه كلنا واحد موجوده في العريش، ونشكرهم ونشكر الرئيس، والاسعار كويسه وحلوه احسن من بره بكتير. طبعا بنشكر سياده الرئيس على مبادره كلنا واحد في شمال سيناء، احنا في العريش تحديدا، ربنا يبارك لك ويا رب تفضل كده الاسعار والدنيا حلوه. شكرا للسيد الرئيس، شكرا لوزاره الداخليه، شكرا لجميع العاملين في هذا الصرع العظيم. منافذ أمان خدمت شمال سيناء تمام بأقل الأسعار، ومنافذ جميلة وبأسعار كويسة جدا جدا جدا. تضم القافلة سيارات الخدمات الشرطية المتنوعة لإتاحة الفرصة لسكان أهالي شمال سيناء لاستخراج الأوراق الثبوتية وتراخيص السيارات. أنا اتفاجأت والله بيها النهاردة، وانبسطت جدا أول ما شفت العربية دي، إن هي دي بقى متنقلة في كل مكان، ودي هتسهل على الناس كتير. لم تقتصر القوافل الخدمية والغذائية على العريش، بل امتدت إلى عدد من مدن شمال سيناء. الشيخ زويد من المدن التي توجهت إليها القوافل. الهدوء يعم هذه المدينة ويتحرك الجميع بحرية وأمان. جيت النهاردة علشان خاطر أعمل بطاعة إلية، والتسهيلات حلوة والحمد لله، والشرطة معانا وخدمتنا بالنسبة للتصوير السريع والقطاع الفورية. الشيخ زويد جاية عشان أعمل بطاقة عائلية، شكرا للوزارة الداخلية اللي جاية لينا من العريش علشان تساعدنا في الورق. الحمد لله الوضع عندنا في الشيخ زويد والعريش الحمد لله 100%،
وبنقدر الحين ننزل نرخص عربيتنا براحتنا، وبننزل السجل المدني وبنعمل بطاقات وشهادات الميلاد. نشكر سيادة الرئيس ألف 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 شكرا، شكر واصل من شعب سيناء للرئيس، من هنا للرئيس واصل. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنستتبع. الله الله المصر. وإلى بئر العبد توجهت القوافل الغذائية والخدمية إلى الأهالي هناك لدعمهم وتوفير السلع والخدمات لهم. في الخدمات متوفرة، اللي هو الاستمارات موجودة، شهادة ميلاد موجودة، بطايق موجودة. إن شاء الله في المبادرة الجديدة مع العربيات المتنقلة هيبقى في خفة عمل. وزارة الداخلية وفر لنا خدمات المرور الإلكترونية، دي حاجة والله كويسة جدا، عندنا متنقلة في كل مكان بتوفر علينا حاجات كتير. في فرق شاسع من هنا، من سنتين فاتوا لحد النهاردة. النهاردة في أمان وفي خير وفي كل حاجة متوفرة، وبنشكر سيادة الرئيس على المبادرة دي، يعني بترفع ناس كتيرة خصوصا إحنا داخلين على رمضان. تضمنت القوافل زيارة قام بها الضباط لعدد من المدارس، حيث تم توزيع هدايا على طلبتها أثناء سير العملية التعليمية. النهاردة قوم الضباط ووزعوا علينا ألعاب حلوة قوي، وأنا بحب الضباط كتير قوي. أنا الطالبة جنة محمود من مدرسة الشهيد عمرو أبو هندية الرسمية المتميزة للغات. النهاردة هتكلم عن الأمان في شمال سيناء. طبعاً إحنا عندنا هنا في شمال سيناء أمان من كل حتة. زمان ما كانش في عندنا أمان، وكان في عندنا ضرب نار، وكان في عندنا حاجات مش كويسة. أما دلوقتي بقينا نحس بالأمان في كل مكان. كنا بنيجي ما فيش طلبة، 2-3-4 وأهلين بيبقوا خايفين عليهم مستنيينهم. لا، الوضع دلوقتي يختلف تماما، دلوقتي كل الطلبه بتنتظم في الدراسه. ماما وبابا بيأمنوني عشان دلوقتي بقى خلاص في امان، بقيت انزل اشتري اي حاجه لوحدي، بقيت دلوقتي اروح المدرسه لوحدي، فبقى دلوقتي الحمد لله في امان في العريش. بنعرف اطفالنا انه يعني ايه الشهيد، يعني ايه التضحيه اللي هو عملها، بنعرفهم باسمائهم كمان علشان مدار حياتهم يبقوا ذاكرين فضلهم على البلد وعلى الامان اللي هم حاسين بيه دلوقتي كاطفال وليهم بعد كده في المستقبل باذن الله. في تضحيات تمت من الدوله، في تضحيات تمت من الشعب، في تضحيات تمت من الجميع عشان كله بيحب الوطن. مصر كل زجاج وحاره فيها عاشر كل واحد، عاش محمد وهي جرجس وهي ساره، مصر هي البوصلة دايما اللي بتحدد مسارك، خلي بالك خلي بالك مصر لسه محتاجالك. يا بلادي روحي فداليكي، أقدم حضارات كانت فيكي. كما توجهت القوافل إلى جامعة العريش لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية للطلبة. قادرين نعيش حياتنا بشكل طبيعي وأحسن كمان، يعني الاول ما كناش بنطلع ولا بنجيب اي حاجه ولا بنطلع ولا بنروح كافيهات ولا بتاع، دلوقتي الكافيهات فتحت، الحاجات كلها فتحت، رجعنا احسن من الاول. بنعيش يومنا طبيعي عادي جدا، بننزل الجامعه، بنمارس حياتنا الطبيعيه بشكل مستقر، وحاسين بالامان عن زمان كتير قوي. تعود الحياه الى طبيعتها وسيرتها الاولى، الخدمات تقدم بصوره ميسره، بخاصه الخدمات الشرطيه الجماهيريه، حيث اثنى المواطنون على هذه الخدمات لبث الطمأنينة في نفوس الأهالي وبسط الأمن والنظام وتحقيق الاستقرار وتلبية متطلبات الأهالي في خدمة أمنية وشرطية تواكب طموحاتهم وتطلعاتهم. تغيرت الحياة على أرض شمال سيناء وعادت لطبيعتها وسط أمن وأمان وقوافل الخير التي تعم الشمال، وهذا المعرض الكبير الذي يؤكد لأهالي شمال سيناء أن كلنا واحد.
وتعد مبادرة كتف في كتف هي إحدى المبادرات الكبرى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتستهدف المبادرة تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكل أنحاء الجمهورية خلال الشهر الجاري على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا. نتابع المزيد العرض التالي مع الزميل كريم حاد. أهلا بكم. تنطلق احتفالية مبادرة كتف في كتف والتي تعد أكبر حدث وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ للعمل الأهلي التنموي المصري، حيث تهدف إلى تعزيز برنامج الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. مبادرة كتف في كتف هي إحدى المبادرات الكبرى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي انطلق في مارس 2022 بمشاركة وعضوية العديد من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر. تستهدف مبادرة كتف في كتف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكل ربوع الجمهورية خلال الشهر الجاري على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً للتخفيف من أثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالمياً. تعد مبادرة كتف في كتف الأكبر من نوعها لما يميزها من انتشار على مستوى كل المحافظات وصولا إلى المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى اختلاف مكوناتها، وقد تم ذلك من خلال قاعدة البيانات الموحدة لدى التحالف والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه بالفعل ومنع ازدواجية المنفعة. جاء مسمى كتف في كتف من خلال الشعور بالمسؤولية من كل المؤسسات وتكاتفها بجانب بعضها البعض، إذ إن المبادرة هي نتاج توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المباشر والشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني متمثلا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمؤسسات الحكومية وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالقطاع الخاص. فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومنها مبادرة كتف في كتف اعتمدت على تقديم مساعدات حقيقية تتماشى مع قاعدة بيانات واضحة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها مع عدم تكرار المساعدات للمناطق والأشخاص مرة أخرى وتوزيعها بصورة عادلة، حيث انطلقت أولى فعاليات المبادرة في 10 مارس ب16 محافظة. ووفقا للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يبلغ عدد المستفيدين نحو 25 مليون مواطن. ويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي زيادة عدد الأسر المستهدف إخراجها من دائرة الفقر إلى الحال المتيسر بشكل نهائي ومستدام، واستكمال الجهود التنموية لتأمين مظلة حماية اجتماعية تسعى الأكثر استحقاقا من دون استثناء في السنوات القادمة. مشاهدينا، لقد زادت فعالية العمل الأهلي بفضل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فلم يعد العمل الخيري مقتصرا على تقديم المساعدات العينية المباشرة، بل امتد أيضا إلى توفير فرص العمل وتعزيز الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي للمواطنين في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. شكرا لطيب المتابعة. حذر قائد مشاة البحرية الأمريكية الجنرال ديفيد بيرجل من خطر اندلاع حرب عالمية بعد سقوط مسيرة أمريكية قرب مياه روسيا في البحر الأسود نتيجة لتردي الاتصالات بين موسكو وواشنطن، كما رجح بيرجل تطور حوادث الطائرات بين البلدين إلى مواجهة مباشرة في ظل اتصالات سيئة لمنع الحوادث العرضية، ولفت إلى أن هذا ما يجسد خشيته الرئيسية. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزيرها سيرجي شويغو أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن بأن تزايد النشاط الاستخباراتي الأمريكي ضد روسيا أدى إلى حادثة المسيرة، وحذرت وزارة الدفاع الروسية من أنها سترد بشكل متناسب على أي استفزاز أمريكي في المستقبل. وأضافت الوزارة أن تحليق طائرات المسيرة أمريكية قبالة سواحل القرم هو ذو طبيعة استفزازية وقد يهيئ الأجواء لتصعيد الأوضاع في منطقة البحر الأسود.
عقد رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو اجتماعا مع رئيسة الحكومة إليزابيث بورن، شدد خلاله على ضرورة التصويت اليوم على قانون إصلاح نظام التقاعد في الجمعية الوطنية التي تجتمع اليوم للتصويت بشكل نهائي على مشروع القانون المثير للجدل بين الحكومة الفرنسية والنقابات العمالية. يعقد اليوم رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول قمة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في العاصمة اليابانية طوكيو، وتعد تلك القمة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات. وتأتي القمة في إطار جهود رامية للتغلب على نزاعات تاريخية وسياسية واقتصادية من أجل تعاون أفضل لمواجهة كوريا الشمالية وتحديات أخرى. ختام السادسة وإلى العناوين. الرئيس السيسي يؤكد عزم الدولة على إدخال مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية للخدمة خلال أقرب وقت. الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتنظيم رحلات للشباب للتعرف على المشروعات الجديدة التي تقام على أرض مصر. بعد سقوط مسيرة أمريكية، واشنطن تحذر من خطر اندلاع حرب عالمية، وموسكو تؤكد استعدادها للرد بشكل متناسب. ولمزيد من الأخبار مشاهدينا، يمكنكم دائما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة، كنت معكم نسرين فؤاد، إلى اللقاء.